المدرسة وابنيها بالحساب وافرشها بهندسة ولا اجيبش مدرسات ما انا وحدي كويسة. ادي حصة الحساب وطبعا تعرفوه، يلا افتحوا الكتاب والجدول حضروه. قالوا لي سبعة في عشرة، قول سنة عشرين واتنين في عشرة. يا روحي يا روحي يطلعوا سبعين. لا بصر ارتاح ولا بنعي، لا بصر ارتاح ولا بنعي، ولا بنعي يجيني نوم عشان تمانية بتمانية باربعة وستين. ليلي يبقوا يقابلوا التلاتين علشان خاطرك خليهم بس 23. ميرسي متشكرة، ده واجب يا سناء ورسالة المدرسة مكافحة الغلاء. حظ الضرب 8 في 1 يطلع ايه؟ مش عارفين والله يا ابلة قولنا ايه؟ تعرفوا حظ الضرب 8 في 1 ايه؟ ايه؟ كسر دراعه وفل دماغه وقلع أكل ثمانية كتير على واحد. طبعا طبعا أمال إيه؟ فهمتوا؟ فاهمين كلنا. وطرح ده في زرعنا والجمع يجمع شملنا والنسمة دي من ربنا. خلاص فهمنا درسنا للتعبير على من هنا. لو واحدة نجحين مننا، الألعاب من وضعي وتفكيري من غير ألم ومثال ولا شفهي ولا تحريري. خلوا الأدمين كده هو زي السبعات، وهقول لكم واحد اتنين تنقلوا دور الخطوات واخدين بالكم. ايوه اما واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين. انا وياك يا حبيبي العين يوم يومين سنة وسنتين. واحد ملك زمان كان اسمه قرقوش، بعت رجاله في رحلة من الصبح لسه مجوش. زعلان يا كبدي عليه نداوي زعله بإيه؟ أعمل لك قهوة سادة؟ لا. طيب سكر زيادة؟
غدا؟ لا. اطلب لك شاي؟ لا. قرفة يا مولاي؟ لا لا لا. اهو خلاص راجعين ومن بعيد جايين، باين كده صاحين ومتعب ما ناموش. واحد بيبسي كولا وصلاحه.